دلوقتي اصدقائنا في مهمة مع العصابة بتاعته، والمفروض ان احنا انتوا بتعملوا ايه هنا؟ المفروض ان احنا تقريبا في بنك ولا حاجة، وعايزين ناخد الكاشات اللي جوه البنك. محدش يتحرك، كله قف مكانه، خليكوا زي ما انتوا كده. شكل المهمة دي صعبة جدا. اعمل ايه دلوقتي؟ بيقول لي ان احنا هنفنش تقريبا، في ناس جايه علينا المفروض نفنش. وما بتحركش ليه؟ ما تتحرك يا عم، قوم يا صاحبي قوم اتحرك من مكانك، ادخل جوه. وانتوا الاثنين ادخلوا جوه، كلكم ادخلوا جوه، يلا بسرعه بسرعه، ما فيش وقت. يلا بدأ هضرب اهو ادخل. خافوا يا صاحبي، خلاص كده المفروض الدنيا امان. اعمل ايه؟ نفتح الباب ده ولا ايه؟ لا، هو في حاجه هنعملها بس انا مش عارف ايه. التليفون. اوكي، اتصل بالتليفون. كول. ده مش تليفون يا جماعه، ده بص نيد هتنفجر دلوقتي. يا نهار ابيض، شكل المهمه دي صعبه جدا. يلا بينا يا رجاله، تعالوا ورايا بسرعه بقى، قبل ما الشرطه تيجي وتمسكنا. خلينا نجري بسرعه. اجري 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 اجري. يلا عصابه، العصابه اللي معاه ده يا جماعه عصابه خطيره جدا، المفروض نمشي من هنا عشان نهرب بسرعه. اجري 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 يا صاحبي. ايه المكان الغريب اللي انا فيه ده؟ ايه ده الباب مقفول. المفروض نروح لباب تاني تقريبا. هم راحوا فين؟ ده سابوني. نروح للعلامة الصفراء دي. استنوا، اهو والكاشات. استنى هلم الكاشات اللي جوه، خليكوا زي ما انتوا. هجمع الكاشات. اوعى نحط الكاشات في الشنطة. لم يا صاحبي، حط كله في الشنطة. مفروض كده ان انا لميت كل الكاشات اللي موجودة في البنك ده معايا في الشنطة دي. يا صاحبي في حاجة ولا ايه؟ يلا بينا بسرعة. لا 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 لا، اثبت يا صاحبي مكانك. بوم، انقذتك اهو، على فكرة انقذتك. ماشي، يلا بينا. تعالى، لو مش انا كان زمانك متفنش دلوقتي. تعالى ورايا صديقي، تعالى اجري. ايه في ايه؟ انتوا مستنيين ايه؟ ولا انتوا مستخبيين؟ انتوا بتجروا من مين؟ عامل ايه يا جماعه دلوقتي؟ المفروض ان احنا لمينا الكاشات والناس دي انتوا واقفين مستخبيين من حاجه ولا ايه؟ لا 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 لا، ده انتوا بقى معاكم قوه خارقه. استنى لما ناخد كفر. يلا ايه اللي هيحصل دلوقتي؟ الكابتن ده يروح يحط تقريبا نداء على الباب عشان نفتح الباب. غم عينك انت، هو غم عينك. يا نهار ابيض يا نهار ابيض، الشرطه هتجري ورانا. وحياتكم بالشرطه هتجري ورانا دلوقتي. اوه الدخانه دي، انا ما عدتش شايف حاجه من الدخانه. اضغط على الزرار وافتح الباب، افتح الباب بسرعه. يلا ابطال، الشرطه جايه. خد كفر. لا انت بتاخد كفر فين يا عم انت؟ اضرب يلا. مغامره قويه جدا. نهار ابيض هيضربون. ايه ده، انا خلعت القناع، انا ما بقاش هممني حد بقى. ما المهمه كده فشلت باين، ما الشرطه بقت موجوده في كل مكان. تعالوا ابطال تعالوا. بقول لي تقدر تبدل الشخصيه بتاعتك، بس انا مش عايز ابدلها. لا ابدلها ولا ايه؟ مش فاهم. اهو بدلناها. لا 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 لا، اهو والله اقدر ابدل الشخصيه. طب خلاص كده، يعني انا العب بالشخصيه دي حلوه ولا اغيرها ولا اعمل ايه؟ استنى كده. لا الشخصيه دي كويسه، الشخصيه دي حلوه. تعالوا. يا نهار ابيض، اهو ابعد يا حبيبي. يلا رجاله تعالوا يا رجاله بسرعه. نهار ابيض، الشرطه يهو، كلهم هيتفنشوا ده. والشرطه جايه تاني لازم نفنشهم كلهم عشان نلحق نهرب بسرعه. نهار ابيض، ايه الناس دي كلها؟ ما تيجي يا صاحبي. لا ما تقولش ان انا اتفنشت، ما تقولش ان انا اتفنشت عشان سبت اصحابي وما اخدتهمش معايا. المهم هتبدا من الاول وجديد تقريبا، لازم صحابي يكونوا معايا للاخر. اخلع يا صاحبي القناع. والله ما سايب حد فيكم، بس كلهم اتفنشوا. هو المفروض نعمل ايه؟ المفروض يا جدعان والله ما صحابي يبقوا معايا، ما هم معايا اهو. الراجل اهو معايا اهو. ايه اجري يا صاحبي، تعالى. خليك ماشي معايا. خلي، هو راح فين صاحبي اللي كان معايا ده؟ راح فين؟ المفروض اسيبهم ولا امشي ولا ايه؟ ما هم اللي واقفين مكانهم، انا اعمل ايه؟ ما تجري يا ابني انت وهو، العيال دي مجلشه باين. انت يا صاحبي انت مش عارف تهرب؟ مش عارف. طب استنى انا ههربك دلوقتي. استنى هغير للشخصيه بتاعتك اهو. هو هم مالهم ليه كده عمالين يجروا في اماكن غريبه وبيحاولوا يبعدوا؟ اهو والله بيحاول يبعد، مش وعايز يسيبني ويمشي باين. يا صاحبي انت هتيجي معايا ولا لا؟ تعالى معايا المهمه دي بقى، ما تسيبنيش لوحدي. يعني احنا سرقنا الخزنه مع بعض، مش عايز بقى تكمل المهمه بتاعتك وفي واحد جوه تقريبا سايبينه جوه. بص لو دخلنا هتلاقيه جوه عمال يجري برضه شبه الاهبل ده. بص اهو. والله استنى بس ندخل نلاقيه جوه فين. بص موجود فين؟
يا صاحبي انت بتعمل ايه بقى يا جدعان؟ ما بلاش الهزار في وقت المهمات والله، والله ما ينفع يا صاحبي. اضرب يلا بسرعه، طلعت ام يا جدعان والله يا ام. برضه رأ مش عارف انا مالهم الناس الغريبه دي اللي معايا. لا بس بيضربوا اهو، اهو شغالين والله. برضه راح يجري يستخبى فين؟ مش عارف، مش راضين يجوا معايا ليه؟ زعلانين مني باين. انا هروح لوحدي بقى، ولو المهمه دي فشلت مش مهم بقى لو فشلت. والله بقى عمال افايت لوحده وهم واقفين ما بيعملوش حاجه، خايفين يجوا. طبعا ما ينفعش امشي من غيرهم، لازم هم يجوا معايا. انا حركتهم شويه بس عمالين يرجعوا برضو. مش عارف انتوا في اصحاب، انتوا معايا ولا معاهم ولا مع مين بالظبط؟ اضرب يلا، اضرب، خد يلا التهوى، ما تهربش، خد ما تهربش التهوى. ايوه كده، فايت يا صاحبي، فايتوا بقى، ما تهزروش. ايه الهزار البايخ اللي هم فيهم يا عم؟ المهمه دي في عيشي، انا هسيب العصابه دي وامشي والله. انا ماشي، انا مش هكمل لعب معاهم بصراحه، عصابه رخمه جدا. انا ههرب لوحدي، انا هركب سياره واهرب. الحمد لله شباب قدرت اهرب من الشرطه، ورحت غيرت اللبس بتاعي ولبست بدله كده عشان ما فيش اي حد يعرفني، ودلوقتي انا متنكر وهم بقى يجروا ورا العصابه التانية. انا دلوقتي بقى لازم اعمل كل اللي انا نفسي فيه بقى بالفلوس اللي انا خدتها من البنك ده. هنعمل ايه مثلا؟ ممكن ناخد السياره دي، السياره دي شكلها حلو قوي. اركب يا صاحب السياره دي، حد واخد باله من اي حاجه؟ اكسر بسرعه يا رب الشرطه ما تجري ورانا. اجري اركب السياره دي بسرعه، خلينا نمشي من هنا بسرعه يا صاحب. طير، وسع يا عم الطريق. ووو، الحمد لله كده مفيش اي حد عارف ان انا اللي سرقت البنك، ولا اي حد عارف اي حاجه. زمانهم مسكوا بقى الاثنين التانيين اللي ما كانوش راضيين يجوا معايا، دول مع نفسهم بقى، انا ماليش دعوه. وسع يا عم التهوى. انا دلوقتي بقى اول حاجه هعملها ان انا عايز ايه بقى؟ عايز بوتجارد. ايوه انا محتاج واحد بوتجارد يحميني. انزل بسرعه يا صاحبي، لازم نجيب بوتجارد معانا دلوقتي. انا دلوقتي جبت 3 بوتجارد اهم عشان يحموني لو اي حد فكر ان هو يكلمني. انا مثلا لو ركبت العربيه دي وصاحبها فكر بس ان هو يضربني ولا يكلمني، هتلاقي البوتجارد دول ضربوه، دول هم اللي هيحموني. اركبوا اصدقائي معايا. ايوه كده، بسرعه يا صديقي. عندنا بقى مهمات كتير انا بصراحه نفسي ان انا اعملها، بس قبل المهمات احنا اول حاجه نعملها ان احنا نشتري فيلا. ايوه نشتري فيلا، هنروح للمنطقه بتاعت الفيلل ونجيب فيلا حلوه كده، بما ان بقى ان احنا معانا كاشات كتير فبراحتنا بقى نعمل كل اللي نفسنا فيه. وي، استنى ما نسال الراجل ده. بقول لك يا صاحبي، ما تعرفش مكان فيلا عايز اشتري فيلا؟ يا نهار ابيض، ده الراجل وقع يا جدعان، اتفن. معلش هسال حد تاني. استنوا بس لما ناخد الناس اللي معانا. ايوه يا رجاله، الناس اللي راكبه معاه في السياره دي، بص والله العظيم هيبقوا بوتجاردات قويه جدا. يعني نفسي انزل اضرب اي حد كده عشان اشوفهم هيحموني ولا لا. خد يلا، تعالى يلا، خد يلا، خد تعالى، مش هسيبك. هاتوا بوم، اضربوها يا شباب. ولا ايه ده؟ الشرطه جايه علينا. بقول لكم يا رجاله، الشرطه جايه، هتحموني ولا هتطلعوا تجروا؟ انا حاسس ان انتوا هتجروا. طب بقول لكم ايه، حد فيكم يدينه مسدس؟ ايه ده؟ ما شاء الله، ده انا معايا كل المسدسات. ايوه يا رجاله، مسكوا المسدسات ومستعدين للشرطه بقى، براحتنا بقى هنفنشهم. هم هيجوا ولا هيمشوا؟ انا خايف الشرطه تجيلنا. بقول لكم ايه، تعالوا يا عصابه، تعالوا، انا عايزكم تحموني. اي حد يكلمني تضربوه على طول مهما كان، ماشي؟ انتوا هتفضلوا شغالين معايا على طول. اضربوا. ايوه كده، انا مش هعمل حاجه. نار ابيض، هيضربوني دول ولا ايه؟ انا ماليش دعوه. اضرب يلا التهوى، يلا عايز يضربني، يلا هيقبض عليا، هيقبض عليا ويحبسني، هيقبضوا عليا ويحبسوني. اضربوهم يلا. انتوا بتجروا مع الشرطه ورايا ولا ايه؟ نهار ابيض، انا شكلي كده اتقبض عليا، هيتقبض عليا دلوقتي. الله، انا مجنن الشرطه ده، خلوهم يجروا ورايا. استنى، بص هما بيجروا ورايا عايزين يمسكوني. اضرب يلا، اضرب. طب تعالوا بقى يلا اضرب يا صاحبي. اركبوا العربيه بسرعه، خلينا نجري. اركبوا، في واحد وقع مننا، واحد من العصابه اللي معانا دي وقع اتفنش. اوه، ده جابوا لنا طياره هليكوبتر. نهار ابيض، كل ده عشان ضربت واحد في الشارع. اجري. وسع، احنا لازم نركب القطر دلوقتي ونمشي من المكان ده، عايزين نمشي في مدينه تانية. ايوه احنا ممكن نسافر، نروح اي مدينه. طريق، ابعد. استنى ما نفتح الخريطه دي، انا عندي فكره حلوه قوي، احنا ممكن نشارك في سباق. لو شاركنا في السباق ده وكسبنا فيه الشرطه هتسيبنا. نهار ابيض، بيضربونا برضو لسه. وي، لا خلاص يا عم، المشكله في الطيارات اللي بتجري ورايا دي. اكسر البتاع السلك ده، خلينا نجري بسرعه.
لا استنى يا صاحبي، وسع يا حاجة. معلش معلش، مش قصدي، مش قصدي ان انا اضربك. استنى خلينا ندخل من هنا. ايه العربية ماشية الوحيدة؟ والله المشكلة في الطيارة اللي فوق دي. بص بص، في طيارة هليكوبتر فوق بتجري ورايا. ابيض، العربية دي الكاوتش بتاعها باص تقريبا. اهي اهي. لا 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 لا، امسكوا اعصابكم يا رجالة. ووو، لازم نشارك في المهمة دي بسرعة. اجري اجري. طب مفيش مهمة تانية اقرب منها مثلا بدل ما احنا ماشيين المشوار؟ لا لا لا، هي قريبة قريبة. اه هنقع هنقع. اضرب يلا انت، هو اضرب يا اضرب اضرب يلا الشرطة دي، اضربهم. ابيض، بيجروا ورانا بيجروا. اجري اجري اجري. الحمد لله وصلنا، المفروض نطير بقى تقريبا، ممكن نطير. يهو، مع السلامة، هتوحشوني. ايوه هي دي منطقة السباق، هي دي ولا ايه؟ انا مش عارف بقى انتوا هتشاركوا معايا، العصابة اللي معايا دي هتشارك ولا لا. ماشي، فالمفروض ننزل هنا بس. شكرا، وصلنا لمنطقة السباق. ايه ده، فين علامة السباق؟ علامة السباق اهي. انزلوا انزلوا بسرعة، انزلوا بسرعة عشان اشارك في السباق. لو شاركت المفروض ان هم يسيبوني، صح؟ ستارت ريس. ايه ده، برضه هيجروا ورايا؟ اجري يلا انت، ابدا السباق جو. المفروض احنا الثلاث عربيات دول عاملين سباق، واللي هيوصل الاول هيكون هو الكسبان. وطبعا لو كسبت الشرطه هتسيبني وهتبعد عني، مش هتكلمني. ماشي، فاحنا لازم نكسب السباق ده بسرعه. مشكله العربيات اللي داخله في السباق دي. نار ابيض. لا لا، خسرت السباق، خسرت السباق. اجري يا ابني، اجري بسرعه. الشرطه برضه عماله تجري ورايا، مش هيسيبوني. العربيات اللي داخله معايا في السباق دي شكلها هتكسب، لان هم بيجروا بسرعه جدا. وي، وسع يا صاحبي الطريق، وسع الطريق، وسع الطريق. ابيض، الشرطه كانت هتوقفني دلوقتي وهتوقعني. اجري اجري. لا 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 لا، ما تبقاش رخم يا صاحبي، ما تبقاش رخم يا عم بقى. ابعد عني يا عم، ابعد عن طريقي. انت عربيات رخمه جدا، ما انت المشكله اخرتوني كده، مش هكسب السباق. انا شكلي خسرت السباق، والله خسرت السباق للاسف. العربيات اللي قدامي دي سبقت بكتير جدا. اوه، يا ترى هلحق اسبقهم ولا لا؟ هنلحق ولا لا؟ تفتكروا يا شباب هنكسب ولا هنطلع في المركز الثالث؟ انا نفسي اطلع المركز الاول. لازم لازم نكسبهم، هنكسبهم ان شاء الله. شوف، بسرعه بسرعه بسرعه. اجري 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 اجري. وسع صاحب الطريق. هو ده اللي معايا في السباق ولا ايه؟ سبقت واحد يا عم بقى، ما تبقاش رخم بقى، ضيعت عليها السباق. عربات الشرطه دي رخمه جدا. اوه، شكرا يا صاحبي، شكرا يا سيدي. انا طلعت المركز الثاني بقى يا جماعه، ولا انا لسه المركز الاول؟ لا لا، اكيد اكيد انا المركز الثاني دلوقتي. ماشي، خلينا نجري نجري نجري. اوه، بعد عني يا رخم. ويه يا عم بقى، انا ناس رخمه جدا والله، والله ناس رخمه جدا، عطلتونا عن السباق. خسرت انا، خسرت بسببكم. خلينا نحاول يمكن نطلع المركز الاول. هما بس لو يسيبوني ويمشوا، لو يسيبوني ويمشوا، انا بحاول اهرب منهم والله. بس تصدق ان السباق حلو والشرطه بتجري. رخمه جدا يا عم، ابعد بقى، انت مش رخم بقى يا عم. تصدق ان انت ظابط رخم والله. جرينا جرينا جرينا. انا في المركز الكام؟ استنى اما افتح الخريطه بس اشوف كده الراجل اللي، لا ده هو شكله كسب السباق اللي هو قدامي. فاحنا هنشوف دلوقتي هيظهر اذا كنا احنا اللي كسبنا ولا هو. والله شكلهم هيبعدوا عني وهيسيبوني ولا ايه؟ ابعد يا صاحبي، ابعد. خسرت والله، خسرت بسبب ان هم بيجروا. خلاص خلاص، السباق ضاع، والكابتن اللي انا كنت سابقه هو سبقني، وخسرنا السباق للاسف. اجري يا عبد التواو، اهو في واحد بيسابقني، بيسابقني لسه. يهو، يا سلام، عدينا عدينا عدينا، هو قدامي هناك اهو. طب ما انا فنش اللي بيسبقني ده واطلع انا في المركز اهو. مشكله لو انا طرت بالعربيه دي. اوعى يا صاحبي، عربيه باظت، عربيه باظت. نفسي اشارك في السباق ده تاني بس من غير ما يكون في شرطه ولا في اي حد، والله هكسب. اهو اهو العربيه دي اللي بتسابقني اهي، اهي اهي، هي دي هي دي اللي بتسابقني، دي اللي واقفه قدامي دي. ايوه هي دي. فنشوا فنشوا. اهو اهو، هو ما بتفنش تقريبا. شكله كده مش هيتفن. صدق ان انا اللي في المركز الاول. ايوه انا في المركز الاول اهو، رقم واحد اهو من ثلاثة، لان احنا كنا ثلاثة في السباق. يا الله، لو طلعت المركز الاول
شكلنا كده هنعملها. اوكي عدينا عدينا في سيارة شرطة اهي. يا عم الرخم بقى، يا عم الرخم بقى. اوه هنخسر هنخسر، شكلنا كده هنخسر. لا لسه لسه محافظين على المركز الاول، لسه زي ما احنا. اوه خلي بالك يا صاحبي، خلي بالك يا صاحبي انت هو عشان نكسب. اوكي شجعونا اصدقائي واضغطوا على زر اللايك بسرعة بسرعة عشان احنا قربنا نوصل للنهاية، ولو كسبنا التحدي ده هنبقى ايه اقوى جدا. حسبي يا غزالة، كان في غزالة معدية دلوقتي كانت هتتفنش. عدينا كسبنا كسبنا. لا لسه 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 كسبنا كسبنا المركز الاول المركز الاول. طلعنا في المركز الاول يا شباب، مبروك علينا. لسه موجودين هنا يا عم؟ ده انا افتكرتكم اتفنشتوا ولا الشرطة مسكتكم. يا ريت تمسكوا والله وارتاح منكم، انتوا ما عملتوش اي حاجة ولا حتى شاركتوا معايا في السباق. ابعد بقى يا عم انت، هو امشي بقى عشان الشرطة جاية دلوقتي وهتجري وراها تمسكني. انا لازم استخبى منهم. بقول لكم ايه، تعالوا نطير، تعالوا هطيركم ونقف هنا كده. ايه ده؟ ايه ده يا جماعة؟ ده استنوا 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 بس نفهم بس، ده في بيسين هنا فوق على السطح. واو الله ايه المكان الحلو ده؟ الله ايه المكان الجميل ده؟ استنى استنى خلينا نجري بسرعة كده. طبعا الشرطة سابتني ومشيت لما عرفت ان انا كسبت في السباق. زي ما قلت لكم اللي بيكسب في السباق بتسيبه. وطبعا نقدر ناخد غطس هنا في حمام السباحة الجميل ده. لا لا اطلع يا صاحبي اطلع يا صاحبي. هو كده انت اكيد فقت يعني. ماشي عايزك تستعد عشان في مهمات كتيرة جدا جاية الفترة الجاية. شكرا لكم اصدقائي ان انتوا كملتوا الفيديو للاخر. ما تنسوش بقى لو عجبكم الفيديو تضغطوا على زرار اللايك وتشتركوا في القناة. استنوا فيديوهاتنا الجاية الجديدة. سلام.